يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة لهذا الأسبوع يا شباب راح تكون تكملة للمحاضرات السابقة. احنا في المحاضرات السابقة بدينا آخر شيء بالماكرو موليكيولز، والماكرو موليكيولز فيها تفاصيل كثيرة أخذناها، منها ما يتعلق بالجلايكوليسيس اللي هو كيف انه يتخلق ذرية الجلوكوز تعطينا الطاقة، وأخذنا الدايكوجينيسيس الدايكوجينوليسيس قبل أن أخذ الجلايكوليسيس. الجلايكوليسيس أخذنا يعني مجموعة من المعادلات، واللي قلنا في نهايتها إنه هناك حيحصل يعني energy sources بالنسبة للهيومن بودي. واحدة من الباثويز اللي ينتهي إلها الجلايكوليسيس هو إنه قلنا هناك جزيئة اسمها البايروفيت، وهذه الجزيئة ممكن انه تروح باتجاهين، اما ان يكون بوجود الاكسجين، اذا تتذكرون ان بوجود الاكسجين تدخل الى داخل الميتوكوندريا، حتى الاكسجين يعمل كاكسجين كالكترون اكسبتر، لان هناك الكترونز دونر اللي قلنا هذه المجموعة من الجزيئات اللي تعطي ذرات الهيدروجين تروح على الأكسجين، ومجموعة من التفاعلات اللي سميناها تشالنج أوف إلكترون ترانسبوزيشن أو ترانسبورتيشن اللي بالنتيجة أيضا تعطينا مجموعة من المعادلات وإنتاج الطاقة. للبايروفيت إلى باثوي آخر، إنه في حالة إنه in the absence of oxygen، الحالة الأولى اللي سميناها بوجود الأكسجين هي aerobic condition. الحالة الثانية اللي نقصدها هي anaerobic condition اللي هي in the absence of oxygen. pyruvate في الحالة راح يتحول إلى مواد معينة، هذه المواد أشهرها هو اللاكتيك أسيد. تذكرون قلنا بانه بعض اجزاء الجسم هي بالاساس ما بيها ايروبيك كونديشن للبايروبيت، وهذه المكانات اللي هي قلنا عليها شيء من يعني مكانات المسلز، نوع من انواع المسلز، ليس كل المسلز انما نوع من انواع المسلز، الايرس في العين، الار بي سيز، اوكي. فهناك مجموعة من المكانات اللي هي بالأساس ما بها إيروبيك، يعني أحتاج يعني فقط بها أن إيروبيك، لكن في حالة يعني the absence of the oxygen فأتوقع الجسم كله هيتوجه إلى شنو؟ إلى الأن إيروبيك كونديشن. الأن إيروبيك كونديشن إذن بالنسبة للبايروبيت إذا دخل بالأن إيروبيك كونديشن راح يعطيني مجموعة من البرودكتس او ما يسمى بالباي برودكتس، نواتج ثنائيه، وهذه النواتج هي اولا اللاكتيك اسيد، اذا تشوفون في هذا الشرح اللاكتيك اسيد اللي هي كيميكال باي برودكتس اوف ان ايروبيك ريسبيريشن، وين؟ في المصل برين سيلز ريد بلاد، هذه ناتشرالي. طبعا المصل قلنا مو كل المصل، احنا سابقا عددنا هذه المكانات. هذه المادة حقيقة عندما تتجمع، طبعا هي جاية بفعل البايروفيت لما يتحول إلى اللاكتيك بفعل هذا الإنزيم اللي هو اللاكتيك ديهايدروجينيز. اللاكتيك أسيد لما يتجمع داخل الخلايا أو داخل العضلات عادة يسوي نوع من الستفنس فتيك سورنس إلى آخره، طبعا لعله اللي يمارس الرياضة بشكل مفاجئ بدون ما يسمى بالإحماء أو بدون يعني أنه يعني من يكون رياضي
بالاساس راح يعاني من هاي القضيه، طبعا راح يعاني من حاله من نعم التصلب، حاله الم، نوع من الضغط على العضلات. ليش؟ بفعل وجود اللافتيك اسيد. هذا اللافتيك اسيد يفترض انه يصير ريموف فروم دي مصل اوكي انتو ذا بلاد سيركيليشن. وين يروح؟ يروح يفترض يروح الى الليفر. صوت ناصي يا شباب؟ الآن أوضح، الآن أوضح. الآن أوضح يا شباب. الآن صار أوضح، الآن صار أوضح يا شباب. يعني حتى لو ضعف من كل لاعب يجون بيكم. فإذن هذا الباشوي الأول بالنسبة للبايروبيك إذا راح باتجاه الأنيروبيك اللي هو باتجاه اللاكتيك أسيد برودكشن أو اللاكتيك أسيد فرمنتيشن من خلال وجود اللاكتيك او اللاكتيك ديهايدريشن. هذا يفترض اللاكتيك اسيد يعني ينسحب باتجاه الليفر عن طريق اللاكتيكيشن يعني تدريجيا يفترض انه يتخلص من عند العضله باتجاه الليفر. ومن يروح الى الليفر طبعا راح ياخذ باث اخر. هذا اللاكتيك اسيد نحتاجه في موضوع ثاني ان شاء الله في المحاضره القادمه. ايضا من البايبرودكتس اللي الآن أوضح، الآن أوضح يا شباب. إذا قسم دي يقولون واضح، قسم دي يقولون مقطع، أنا أتوقع المشكلة عندكم يا شباب لأنه ما أعتقد أنكم عندكم مشكلة. فإذا الفايبروديكس الآخر اللي يمر به الفايروبيت باتجاه أو أثناء الأنيروبيك كونديشن هو ما يسمى بالألانين. والألانين هذا نوع من أنواع الأمينو أسيدز، نوع من أنواع الأمينو أسيدز. هذا في المحاضرة الألانين. الألانين نوع من الأمينو أسيدز، نوع من الأحماض الأمينية المهمة في عملية تكوين البروتين. فالبايروفيت يتجه باتجاه تكوين الألانين، والألانين مهم جدا لمن لقضية ثانية راح تجري داخل الليفر مع مجموعة من الأمينو أسيدز الأخرى. هذه العملية أن تحول البايروبيت إلى الألانين تجري من خلال الألانين أمينو ترانسفيريز. إذا هذه الأنزيمات مهمة. البايروبيت باتجاه اللاكتيك أسيد راح يعني يكون عن طريق اللاكتيك دي هيدروجينيز، والألانين راح يكون باتجاه ألانين أمينو ترانسفيريز. وسراح نسولف عنها ماذا يعني بالترانس أمينيشن. أوكي، هي عملية تحول البايروفيت إلى الألانين يسموها ترانس أمينيشن. هناك بالمعادلات الكيميائية أو بالصيغ الكيميائية هناك ما يسمى بالأماين جروب، المجاميع، المجموعة الأماين. أوكي، NH3.
هذه المجموعة مات الأماين تتحول من مكان إلى مكان آخر، فيتغير شكل البايروبيت إلى شكل شنو؟ الأغانين، فنسميها ترانس أمينيشن. وراح يجينا فيما بعد الدي أمينيشن، لأني مصطلحات لغوية الغرض منها هو استبدال أو حذف مجاميع من الصيغ الكيميائية، أوكي، حتى تنطيني مركب جديد، أوكي يعني. إذن الطريق البايروبيت في اتجاه الانيروبيك كونديشن اما ان يعطيني لاكتيك اسيد او يعطيني اغانين، وهسه راح يعني نسولف عنه يعني بشكل سريع حتى ننتقل الى موضوع اخر. زين، ايضا شيء اخر انه اللاكتيك او اللاكتيك اسيد يعني فرمنتيشن يعتبر نوع من انواع البايروبيت بريك داون، مو فقط بالهيومن انما في بعض انواع البكتيريا خصوصا في المنتجات الحليب، ويعني مثل ما قدمنا ان اور جفس طبعا يعني في الامعاء الانسان، وكذلك في بعض انواع البكتيريا اللي هي هنا اهميتها شنو؟ انه تنطيني بعض يعني الطعم الخاص بالنسبه لبعض المنتجات منتجات الالبان. اوكي، ايضا بالانيروبيك كونديشن او ما يطلق عليه بالفرمنتيشن الاحظ انه في حاله انه الجلوكوز لما نجي نخمر اي مواد سكريه فاكهه غيرها الاحظ انه هذه مثلا تفاح مثلا موز مثلا خيار نوع من ايضا في نوع يعني بعض الخيار الحلو مثلا راح يتحول هذا الجلوكوز الموجود في هذه الاطعمه الى ايثانول وهو نوع من انواع الكحولات من خلال شنو؟ anaerobic condition، واضح؟ من خلال خمائر yeast نسميها saccharomyces cerevisiae، اوكي؟ مكتوب عندكم امامكم saccharomyces cerevisiae، لا احد يخطئ باللفظ مالتها رجاء. هذا الايثانول طبعا هذا موضوع ثاني، هذا الايثانول aerobically ممكن يتحول الى مادة أخرى اللي نسميها الأسيتيك أسيد، ويكون الأسيتيك أسيد هو الخل، واضح؟ الماء الحامض بفعل ما يسمى بالأسيتوبكتر أسيتان، وهذه تنطيني الخل من خلال الإيثانول تخمر الإيثانول إيروبيك، مو تخمر عفوا، تحول الإيثانول إلى أسيتيك أسيد إيروبيك بوجود الهواء. واللي هو قبل ايضا كان الانسان شنو اجاني من اللوكوز انيروبيك. اذا هذه تطبيقات اخرى للفرمنتيشن. الان لاحظوا هذه الصوره، تلاحظون هذا اللوكوز بالبلاد ستريم لما يدخل الى داخل المصل، شوفوا ايضا راح يمر بالجلايكوليسيس، وقلنا احنا في بعض انواع المصل انه فقط الايروبيك كونديشن او الايروبيك ريسبري الانيروبيك ريسبريشن هو يكون الطاغي، ولكن في حاله انه الابسنس اوف اوكسجين لا، يكون كل الخلايا او كل الخلايا العضليه معرضه انه يدخل البايروبيك باتجاه الانيروبيك كونديشن. فاذا الانيروبيك كونديشن للبايروبيك راح يعطيني قلنا راح يعطيني لابتيس وراح يعطيني اغانين. اوكي، هذا اللاكتيت بفعل اللاكتيت ديهايدروجينيز، والامينين بفعل الامينين امينو ترانسفيريز. زين، ايضا قلنا بانه شوفوا الان بس ملاحظه مهمه وبعدين يعني حابب ناخذها في محاضره ثانيه. شوفوا اللاكتيت يروح المن يروح للليفر، قلنا يتخلص العضله تتخلص من عنده باتجاه البلاستين ويروح الى نوب الى الليفر. طبعا شوفوا بالليفر وين راح يتحول؟ يرجع يتحول الى بايروبيت. شوف هاي ان شاء الله قضيه ثانيه ناخذها في محاضرات قادمه. بايروبيت، البايروبيت يستخدم الى ان يتحول الى جلوكوز مره ثانيه، وهذا ما يعرف ما يسمى بالجلوكونيوجينيسيس اللي هو تحول البايروبيت الى جلوكوز وتحول جزيئات اخرى نون كاربوهايدريتد المن الى الجلوكوز. هاي ناخذها ان شاء الله. فشوف هنا في هذا الرسم هذه الدوره وهي سايكل حلوه كلش. شوفوا جلوكوز بايروبيت لاكتيت ثم لاكتيت بايروبيت جلوكوز، هذه السايكلز اللي اكتشفها احد العلماء وسموها باسمه اللي هي كوري سايكل.
إن شاء الله نأخذها في محاضرات قادمة، فقط حتى تستذكروها إن شاء الله لما نأخذها مستقبلا. أيضا قلنا واحدة من الباثويز للبايروفيا هو يتحول إلى الألانين من خلال الترانس أمينيشن، وقلنا الترانس أمينيشن هو تحول ما يسمى بالأمين جروب إلى شنو؟ الأمين جروب من مكان إلى مكان آخر، فراح يتغير شكل البايروفيت إلى شكل آخر نسميه شنو؟ الألانين. الألانين يروح إلى الليفر، يروح إلى الليفر ويمر بمجموعة من السايكلز اللي هي أشهرها الديأمينيشن أو ما يسمى باليوريا سايكل. سامعين باليوريا؟ سامعين الناس اللي عندهم مشاكل بالكلى عادة يعانون من ارتفاع بنسبة اليوريا. اليوريا عادة هي بشكل طبيعي تنتج بالجسم بنسب معينة بدفق معين، بعض الناس ترتفع عندهم هذه اليوريا بسبب عدم قدرة طرحها عن طريق الكلية، يعني ليست مشكلة أخرى، أو أحيانا تكون مشكلة بالليفر مثلا، خصوصا الناس اللي عندهم أمراض معينة. أوكي، ما أريد أدخل بهذا التفاصيل، لكن يقول إنه الألانين بشكل مختصر يروح إلى الليفر ويدخل بما يعرف باليوريا سايكل. شوفوا هذا NH2، هذا هو الأمين جروب. الأمين جروب بالبايروفيت يتحول مكان ثاني نسميه ترانس أمينيشن، تحول ترانس. أما في حالة إنه الألانين يصير يمر بحالة دي أمينيشن يعني إزالة لهذا الأمين، راح يتحول إلمن؟ راح يتحول إلى مركب ثاني اللي هو من ضمن ما يسمى باليوريا سايكل. طبعا هذه أيضا سايكلز مهمة، نشوف البايروفيت إلى الألانين ثم ألانين إلى يعني مجموعة من الخلايا، وممكن إنه يرجع يتحول إلى بايروفيت في حالات خاصة. هذه السايكل أيضا راح نأخذها مش مستقبل. اللي يهمنا من هذا المخطط قلنا هو إن البايروفيت ممكن يعطيني لاكتيف، ممكن يعطيني ألانين في حالة شنو؟ الفيرمنتيشن ريسبيريشن أو ما يسمى بال الأنيروبيك كونديشن. هذا ايضا يعني نفس الموضوع ولكن بطريقة ثانية، اذا تحبون ان واحد يراجع ونعم يعني باي طريقة ثانية حتى تقدر تفهم شنو اللي مثلا يا منو ما اعرف الاسم ما ظهر عندي. عموما المسألة هي يعني احنا يعني الان بنقول بانه الايروبي في حاله الانيروبيك كونديشن يعطيني اما الانين او سينهم احيانا او اللاكتيك اسيد. لاكتيك اسيد وقلنا بالحالتين اللاكتيك اسيد زائدا نعم لاكتيك اسيد زائدا الانين اثنيناتهم يروحون الى الليفر ويدخلون بسايكلز اخرى، يدخلون بسايكلز اخرى مثل ما عندكم واضح. ايضا هذا شرح اخر لتحول الايروبيك الى الامني بما يعرف بالترانس امينيشن. ترانس امينيشن الان يعني تقريبا انهينا موضوع الايروبيك والانيروبيك ريسبيريشن اوف ذا جلوكوز. اذا استفسرنا شيء اخر خلال المحاضره يعني ان شاء الله دورة اليوريا سايكل نتكلم عنها بمحاضرة اخرى. يكفي الان انه تفهم بان الألانين يلقى دور مهم باليوريا سايكل بعد ما يروح الى الليفر. واضح؟ فقط افهم هاي الان ونحكي عن اليوريا سايكل ان شاء الله في محاضرات قادمة. هذا ما يتعلق تقريبا بالجزيئة او بموضوع الجلايكوليسيس. احنا لازمنا ندور في حلقة الميتابوليزم of the macromolecules. راح تشوفون انه كل الماكرومولكيولز ممكن ان تتداخل مع بعض، تتداخل مع بعضها وتؤدي الى ان تعطيني نتائج يعني ايضا لانتاج الطاقة لكن بطرق مختلفة. الان لو نتحدث شوية عن الليبيدز او الدهن اللي هو الماكرو موليكيولز الثاني من بعد الكربوهيدرات، الليبيدز هو عبارة عن اذا تذكرون قلنا مركب ماكرو موليكيولز
الجزء الرئيسي لتكوينه او ما يسمى بالمونومرز اذا تذكرون هذا الجدول، هو قلنا شنو هو الفاتي اسيد. فاتي اسيد الحامض الدهني او الحوامض الدهنيه. الحوامض الدهنيه هي الباك بون او يعني الستراكشرال يونتس اوف ذا ليفت. واضح شلون يعني؟ الدهن يتركب من هذه الجزيئات، ويتركب كذلك من مركبات ثانيه اللي هي الجليسيرول. الجليسيرول اوكي، فلذلك لما يتشكل الفاتي اسيد مع الجليسيرول بطرق معينه راح يعطيني مجموعه من انواع الليبيدز اللي منتشره في انحاء الجسم. مثلا بنقول ترايجليسرايدز، شوفونا هذا معناته ان طبعا هذه جزيئه في الجليسيرول، نقول جليسيرول زائد 3 فاتي اسيد، هذا الشكل الرئيسي للترايجليسرايدز، وهو نوع من انواع الدهون المعروفه، واذا ارتفع يسبب مشاكل كثيره بالنسبه للناس اللي يعانون من مشاكل بتراكم الدهون داخل الاوعيه الدمويه، ويسبب لهم مشاكل كثيره من ارتفاع ضغط الدم وما يسمى بالاثيروسكلروسيز والى اخره. فاذا الترايجليسرايدز تشوفوا يعطيني او مو يعطيني، وانما شكله عباره عن جليسرول و 3 فاتي اسيدز. ايضا عندنا فوسفوليبيدز، فوسفوليبيدز ايضا جليسرول and 2 فاتي اسيدز، 2 فاتي اسيدز، وهذا اخذناه اذا تذكرون في الستركشر اوف ذا سيلولار ممبر في الغشاء الخلوي الخلايا. اوكي، ايضا بعض انواع الليبيدز اللي ممكن انه تتركب بطرق مختلفه، يعني عده جزيئات من الفاتي اسيدز، عده جزيئات من الجليسرول، تعطيني ما يسمى بالستيرويدز والواكسيد، هاي نتكلم عنها ان شاء الله يعني في سياق المحاضره. الفاتي اسيد هذا هو الفاتي اسيد، يعني اذا تلاحظون شكله مجموعه من ذرات الكربون ومرتبطه بها ذرات هيدروجين، وفي نهايه راح يكون عندنا هذا الهيدروكسيل والى اخره، تركيبات كيميائيه مختلفه حقيقه ما مطلوبه من عندكم هنا، انما لعله في ماده الكيمياء يكون مطلوبه من عندكم. انواع الدهون الموجوده، انواع الدهون يعني احنا هسه قلنا انواع الدهون ممكن يكون بناء على التركيب، يكون ترايجليسرايدز، فوسفوليبيدز، ستيرويدز، واكسيدز الى اخره. لكن عندنا تصنيف الدهون بشكل اخر، واللي هو وجود وعدم وجود الاواصر الثنائيه. يعني هذه ذرات الكربون تلاحظون الان هذا نوع من انواع الفاتي اسيدز، لكن شنو؟ لكن نصنفه حسب الاواصر الموجوده اذا كانت احاديه او اذا كان هناك اواصر ثنائيه. لما تكون هناك او لا توجد هناك اواصر ثنائيه، كلها عباره عن اواصر طبعا بين ذرات الكربون اقصد، بين ذرات الكربون اقصد، نسميه هذا النوع من انواع الحامض الدهني هو ساتوريتد فاتي اسيد، ساتوريتد فاتي اسيد، وهذا طبعا نشوفه عاده بالدهون الصلبه، الدهون الصلبه، الدهون النباتيه او الحيوانيه الصلبه، اوكي، اللي هي تكون عاده تتكسر بدرجات الحرارة وتكون صلبة بدرجات حرارة الغرفة. يعني زين، أيضا عندنا نوع من أنواع، وهذا مثال عليه ما يسمى بالستيريك أسيد، الستيريك أسيد هذا نوع من أنواع الحامض الدهني مشهور جدا هو الساتوريتد فاتي أسيد. أيضا عندنا نوع من أنواع الحامض الدهني الآخر اللي هو تلاحظون أكو هناك آصرة ثنائية، آصرة ثنائية، هذه عادة نسميها unsaturated fatty acid، نسميها مونو unsaturated، يعني بالدقة نسميها مونو unsaturated fatty acid. يعني شنو مونو؟ يعني أكو فقط آسرة ثنائية واحدة، مونو unsaturated fatty acid. هذا ميزة هذا الحامض الدهني لأنه يكون سائل في درجات الحرارة، في درجة حرارة الغرفة، ويبقى سائل حتى مع التسخين، وهذا ما يعرف بالزيت مثلا، زيت الطعام اللي عادة يكون unsaturated fatty acid، وأشهرهم هو الأوليك أسيد، أوليك أسيد. زين، عندنا أيضا نوع آخر من الدهون من الحامض الدهني يكون يحتوي على أكثر من آصرة ثنائية، اللي إذا تلاحظونها مثلا اثنين، ممكن ثلاثة، ممكن أربعة، فنسميه
اكثر من واحد نسميه بولي انساتوريتد فاتي اسيد، وهذا اشهر انواعه لينوليك اسيد. طبعا لكل واحد من هذه الاحماض الدهنيه صفات خاصه موجوده اكثر مذكوره في المحاضره، بل ناخذ وقت فيها، منها ما يتعلق بفوائد الطبخ والمضره للطبخ والى اخره، يعني ما هي الصفات المهمه لكل حامض دهني، هذه ضروري ان ترجعوها بالمحاضره. اللي يهمني هنا هو انه هذا البولي انساتوريتد فاتي اسيد حقيقه بعض الشركات شافوا بانه هذه الاواصر الثنائيه لما يتم، طبعا هي ليش صارت ثنائيه؟ لانه غير مشبعه بالهيدروجين، هاي هذه المنطقه عاده تكون ويك ويعني تسمح بدرجات الحراره وتسمح بالحراره العاليه بالمرور. ليش؟ بسبب عدم وجود يعني شنو تقصد بالدهن القطبي؟ ما عندنا هيك لفظ، ما قلت هيك لفظ، يعني ما جبت طاري هيك لفظ، منين لك هذا اللفظ يا مرسل؟ ما حكينا انه قطبي لو مو قطبي، قطبي مو قطبي هذه يعني تنطبق في حاله انه ارتبط الدهن بجزيئه ثانيه. فهنا وضع الدهن، وضع الحامض الدهني شنو؟ هل هو قطبي لو مو قطبي؟ هنا السؤال مو احنا ما نتكلم هسه عن يعني وجود الدهن ضمن تركيب معين، يمكن تكلمنا عنه بالغشاء الخلوي والسيلولار ميمبرين وقلنا بانه اكو جزء من الدهن يكون قطبي وجزء بولر ونان بولر، تذكرون هاي في حاله انه دخل بتركيب ماده ثانيه. احنا بدنا نحكي هسه عن المونومرز، عن الفاتي اسيد، يعني ندخل ضمن بين قضيتين. فإذا البولي انساتوريتد فاتي اسيد هذه قلنا وجود هذه المناطق الثنائيه، ليش صارت ثنائيه؟ لعدم وجود ذرات هيدروجين كافيه. فبعض الشركات قامت تسوي هناك عمليه نسميها الهايدروجينيشن، وهذه الهايدروجينيشن حقيقه هي عمليه ضخ ذرات هيدروجين لهذا اللي يعرف شنو؟ يعرف ب البولي انساتوريتد فاتي اسيد. هذا خلي اقول في القضيه يعني حتى لا اروح يعني نفقد هاي النقطه. هذا الشكل من الدهن، هذا الشكل من الدهن، هذا عاده اصطلح عليه باصطلاح مهم جدا وهو ما يعرف بالسيس انساتوريتد فاتي اسيد، واللي هو الناتشرال فورم of the fatty acid اللي موجود بالطبيعة. فقلنا الشركات قامت تجيب هذا الانساتوريتد فاتي اسيد وضخ له هيدروجين بعملية نسميها هيدروجينيشن، يعني عملية الهيدروجينيشن تتم تحت تأثير درجة حرارة عالية جدا، طبعا تصل إلى لعله إلى 200 أو 300 درجة حرارة يعني عالية جدا، وإلى أن شنو؟ إلى أن يتم إشباع هذه المنطقة، أوكي، اللي هي قلنا عليها الثنائية، وممكن ينطيني هذا الشكل. وشافوا بأنه هذا النوع من الأحماض الدهنية من الدعم بتسجل يا ابني من إبراهيم جاء تسجل، فينطيني هذا الشكل من الحامض الدهني، وهذا الحامض الدهني طبعا شافوا بانه بنوع من الفيبر، بنوع من الطعم الطيب الى اخره، وقاموا يضيفوا علما للاغذيه للشبس، للمطاعمات، بعض يعني ما اعرف المطيبات، ما تعرف المطيبات يعني اللي تصنع داخل البيت. هذا هي عباره عن شنو؟ سيس انساتوريتد فاتي اسيد، وتم ادخالها بما يسمى بالهايدروجينيشن وتنطيني هذا الحامض الدهني، هذا الحامض الدهني كلوك. احيانا طبعا هذا شو نسميه في الحاله؟ نسميه كومبليت كيميكال هايدروجينيشن، يعني هذا الحامض الدهني اللي جاي نتيجه شنو؟ نتيجه عمليه الهايدروجينيشن. في حالات معينه وهي استثنائيه انه على الرغم من عمليه الهايدروجينيشن ودرجه الحراره العاليه، لكن يبقى هذا الحامض الدهني بدون إشباع. بل مو فقط هذا، وإنما تتغير شكله، يتغير أيضا يصير عنده الآن تلاحظون في هذا المثال
نعم يا زهراء، في هذه العملية تكون مشبعة، هو الغرض من هذه العملية هو إشباع ذرات الكربون اللي غير مشبعة بالهيدروجين. فبالنتيجة شوفوا لاحظوا إنه هذا الكربون وهذا الكربون عنده فقط ذرتين هيدروجين، وحتى تصير ثابتة هناك آسرة ثنائية. لكن شوفوا بعملية الهيدروجينيشن لو فرضنا هي هاي ذرات الكربون، شوفوا الآن صار عند بهذه الذرات ذرتي الكربون ذرتي هيدروجين إضافية. أما في حالات معينة تفقد الآسرة الثنائية، لكن راح يصير عندنا نوع من الترانس بوزيشن لذرة هيدروجين من الأسفل إلى الأعلى. أوكي، هذه عملية نسميها ترانس فاتي أسيد، ترانس فاتي أسيد. ولهذا قد تسمعون كثيرا انه بعض الاطعمه بها ترانس فات، هالشكل يختصروها احيانا ترانس. يعني شنو ترانس فات؟ يعني اثناء عمليه الهايدروجينيشن يتم يعني خلينا نقول بخطا معين لسبب غير معروف انه يبقى الحامض الدهني يحتوي على الاصره الثنائيه مع تغير في موقع الهيدروجين، فلذلك نسمي هاي الحاله ترانس فاتي أسيد. نعم، هذا الحامض الدهني شافوا بأن له تأثيرات كبيرة جدا، وأسهل يعني أو أسهل هذه التأثيرات أنه سهل الالتصاق على جدران الأوعية الدموية بشكل يفوق الأحماض الدهنية الأخرى، ولذلك يعتبر خطير. يعني يكون سبب من أسباب يعني تجمع الدهون داخل الأوعية الدموية، وإلى طبعا مشاكل كثيرة لعله نتوفق نحكيها إن شاء الله في نهاية المحاضرة أتكلم. إذا هذا قلنا الاكسبشنال اللي يحصل أثناء عملية تحول السيس ان ساتشوريتد فاتي أسيد إلى كومبليت كيميكال هيدروجينيشن، واللي هو شنو الاكسبشن هذا اللي يحصل؟ ما يسمى بالترانس فات، ترانس فات أو ترانس فاتي أسيد. لذلك تشوفون بعض الأطعمة مكتوب عليها free of trans fatty acids، حسب الصدق كذب ما ندري، بس هو يكتبون عليها free of trans fatty acids، يعني انه هذا الطعام او هذا يعني المعلب او الماده لا تحتوي على trans fats. ايضا هذا الشكل اخر، هذا هو الطبيعي cis fatty acid. اوكي، cis fat، وبعد الهيدروجينيشن شوفوا كذلك يبقى، لكن مشكلة تبقى الآثار الثنائية، لكن المشكلة الثانية أنه يصير الترانسبوزيشن للهيدروجين من الأعلى إلى الأسفل، فيعطيني ما يسمى بالترانسفات. الآن هذا الليبيد كلاسيفيكيشن أنا ما أريد أدخل فيه حقيقة، يكفي أنه بس تراجعوه إن شاء الله في المحاضرة. سمبل ليبيد، أوكي، واللي هو عبارة عن إسترز أوف، يعني مركب من فاتي أسيد. بعد بعض بعد وين بدنا نحكي احنا نور، يا يعني نور بعد وين وينك وين قصدي اعطينا مجال بس اسولف عنك اعطينا مجال. انتظار قاري المحاضره وناسي انه بعد ما نسولف بعد لا على قصدي او لا على غير اعطينا مجال. فاذا هذا الكلاسيفيكيشن اوف ذا ليبيد، اذا سمبل ليبيد اوكي اللي هو استرز اوف فاتي اسيدز وذ الكحول، واللي هو انواع كثيره منها الفات والاويلز والواكسز ولكل منهم تركيبه الخاص. Compound or complex lipid. أيضا بمجموعة من الليبيدز، أيضا ما يطلق عليه بالدرايف ليبيدز أيضا، وكذلك الميسينالوس ليبيدز اللي هي مجموعة من الفيتامينز والكي بي والكاروتينويد، و بتلاحظون طبعا ديريفيتيف ديبت هذه انواع الى اخره. اذا هذا الجدول عليكم تقروا وشوفوا تفاصيله اللي هي مبعثره في داخل المحاضره. طبعا وظائف الدهن يعني او الليبيد بشكل عام هي سيل ممبرين مثل ما قلنا مولكيولز، ممكن يكون على شكل ريسبتورز يعني مستقبلات شيء معين سواء كان هرمون انزيمز الى اخره، انتيجينز ممبرين انكرز فور بروتينز يعني ممكن يكون مكان تعلق بروتينات اخرى، ايضا
مهم جدا الليبيدز في عمليه الستيرويد هرمون سينثيسيس، في الاستروجين اندروجين كورتيزون، ايضا في عمليه البايل برودكشن اللي هي يعني الصفراء. نعم، وكذلك الانرجي ستورج اند يوتيلايزيشن. ايضا هذه تكمله للفانكشنز اوف ذا ليبيدز. الموضوع المهم جدا هو الميتابوليزم اوف ذا ليبيد. ميتابوليزم اوف ذا ليبيد حقيقة الميتابوليزم اوف ذا ليبيد لابد ان نصنفه الى ثلاثة اجزاء او ثلاثة طرق او ثلاثة three pathways. اولها هو الاكزوجينوس ميتابوليزم، يعني شنو انا هسه دهن موجود بالطعام عندما اتناوله ماذا يحصل به. اوكي، ثم بعد ذلك ادي هذا يصل الى يعني هذا الدهن اللي تناولناه يوصل الى يعني تفاصيل معينة. بعد هذا تبدأ ما يسمى بالإندوجينوس ميتابوليزم، إنه هذا الدهن لما يوصل إلى مرحلة معينة يدخل في ميتابوليزم ثاني. ثم بعد ذلك على مستوى الخلية نسميه سيلولار ميتابوليزم وهكذا. إذا ثلاثة three levels أو three stages of the lipid metabolism، أشهرها هو الإكزوجينوس ميتابوليزم. الإكزوجينوس ميتابوليزم هو الدهن الموجود في الطعام. ماذا يحصل فيه؟ أول شيء يصير له digestion بالماوث، أوكي؟ اللي هو chemical digestion by lingual lipase، وهو نوع من أنواع الإنزيمات من اسمه lipase، الASE قلنا، يعني هو عبارة عن إنزيم ويفرز من بعض الغدد المهمة اللي نسميها الإبنرز جلاند. هذه تنطيني ما يسمى باللينجوال لايفيز. شو يسوي اللينجوال لايفيز؟ يروح على الفاتي أسيد ويقطعه. يعني مثلا شربت حليب بدهن عالي، أكلت مادة بها دهن عالي، شو يسوي اللايفيز؟ يبدأ يقطع هذا الليبيد إلى أن يعني مو إلى درجة معينة يعني كل دقيقة، وإنما على قد اللي يقدر له يقطع بالدهن الموجود، بحيث أنا شريد بالنتيجة أنا أريد free fatty acids، يعني أريد حامض دهني حر حتى أستخدمه في إنتاج الطاقة. فإذا اللينجوال لايبيز نعم راح يقطع الليبيد الموجود حتى شنطين حتى يعطيني fatty acid. وبالمناسبة هذا الفاتي acid عادة قلنا مرتبط بتركيب آخر اللي هو سمينا غليسيرول. أوكي، فإذا أريد يفصل لي الفاتي أسيد عن الجليسرول، هسه هو ما راح يقدر اللايفيز يفصل الفاتي أسيد عن الجليسرول، لكن على الأقل ينطيني شورت تشين فاتي أسيد زائد الجليسرول. يعني الليبيد هي مجموعة من خلينا نقول يعني سلسلة من الجليسرول زائد الفاتي أسيد. فإذا اللايفيز شو يسوي؟ يقطع ليها مثلا لو فرضنا هيك كل 10 قطع، كل مثلا 10 قطع، كل قطعة مثلا بيها فد 20 قطعة من الليبيد مرتبطة بالجليسرول مثلا، فنسميها short chain fatty acid نعم زائدا الجليسرول. واضح شلون؟ هذا بالماوث ايش قد ما يقدر يقطع الليبيد الى قطع صغيرة، وكل قطعة تحتوي على fatty acid زائدا الجليسرول. زين، يروح النوب الى الاستومك. الليبيد راح يستمر بعملية انه راح يصير في دايجستشن تحت تأثير الدايجستشن، وهنا راح يجي شنو الجاستريك لايبيز. ايضا شوف هناك بالماوث كان عندنا لينجوال لايبيز، هنا راح يجينا شنو جاستريك لايبيز. والجاستريك لايبيز ينطلق او يفرز مما يعرف بالتشيف سيلز اللي موجودة بالفانديك ميكوزا اللي هو موقع السفلي من نعم الستومك، وأيضا يتم تكسير هذه الشورت تشين إلى شورت تشين أخرى إلى قطع أخرى. أي نعم أكيد نعم يختلط باللعاب، نعم يختلط باللعاب يا أحمد يختلط باللعاب، لكن وإنتاج بالدرجة الرئيسية يكون من غدة خاصة اللي نسميها الإبنر. هذا راح نجيه إن شاء الله. بالسمول انتستين، اذا قلنا بالماوث بالستومك كلها عمليه
تكسير للليبيد الى ان نوصل قلنا الى فاتي اسيد زائد الجليسرول. لما نوصل الى السمول انتستين اوكي هنا تجي البايل اسيدز اللي شو تسوي ما يسمى بالايمالسيفيكيشن. الايمالسيفيكيشن مصطلح يعني اذا اكو وقت راح نشرحه والا هو مو شغلنا هنا يعني يفترض بالكيمياء تاخذوه. الايمالسيفيكيشن او ما يطلق عليه باللغه العربيه الاستحلاب. الاستحلاب يعني مثلا راح اضرب لكم مثال. جيب قطره دهن وخليها بجلاس مي كوب ماء وخلي بيه قطره دهن. الدهن ايش راح يصير بهذه الحاله؟ راح يستقر بالوسط او بالطرف او كذا على شكل بقعه تمام؟ زين اخلط هذا اخلط هذه القطعه ما الدهن يعني باي اداه خاشوبه او شيء مثلا اخلطها بشكل قوي راح تشوفها تختفي تتكسر وتختفي مو تمام؟ لكن تبقى اكو يعني معلقه بالماء بشكل بسيط جدا. هذه العمليه نسميها ايمالسيفيكيشن وهي عمليه دقيقه جدا يتم من خلالها يعني امتصاص الدهن بطريقه ما معينه. اذا كل التفاصيل حقيقه تاخذ من عندنا وقت اذا اريد نشرحها بطريقه معينه بحيث تذيب هذا الدهن. هي ليست اذابه بقدر ما هي يعني ما يسمى بالاستحلاب. اوكي ايمالسيفيكيشن. فاذا اكو وقت ان شاء الله ايضا نشرحها بطريقه كيميائيه لكن يعني حقيقه تاخذ من عندنا وقت كثير. فاذا البايل اسيدز مهمته ان شو يسوي؟ يجيب يرتبط او يحاول ان يكسر هذا الليبيد من خلال ما يسمى به من بالايمالسيفيكيشن. وطيتكم مثال قلت لكم انتم تجيبوا قطره دهن خلوها في ماء وسلطوها وراح تشوفون انه هاي قطره الدهن راح تتكسر ولكن تبقى معلقه داخل الماء. هذه نسميها ايمالسيفيكيشن. بالضبط هي عمليه او العمليه التي يقوم بها البايل اسيد. ايضا هناك هرمون مهم اللي هو الكوليسايتوكينين اللي تروح حكينا عنه سابقا. ايضا يفرز من او يفرز من الكيدنيز ويسوي ستيميوليشن عفوا من الاستومك ويعني يسوي ستيميوليشن الى البنكرياس حتى شو يعطيني بنكرياتيك لانكيز. الان شوف صار عندنا كم نوع من انواع الانزيمات المتداول او المواد التي تتدخل بعمليه الدايجستشن او الدايجستشن. اوكي قلنا لينجوال لايبيز قلنا جاستريك لايبيز قلنا بايل اسيدز وقلنا بنكرياتيك لايبيز. كل هذا في سبيل انه شنو؟ انه نكسر الليبيد بحيث نصل الى فاتي اسيدز زائد الجليسرول. اذا اخر شيء قلنا البنكرياتيك لايبيز اكت تو هايدروليسز اوف ذا ترايجليسرايدز اللي هو هذا يعني اشهر نوع من انواع الدهن الى الفري فاتي اسيد اند الجليسرول اللي هو قلنا عباره عن فري او فري 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 فاتي اسيد ممكن اضافه لفظه هنا يعني فري الجليسرول. حتى شنو؟ حتى يتسهل عمل كل هاي العمليه شنو؟ حتى نكسر الليبيد وبالنتيجه تسهل عمليه الابزوربشن او تسهل عمليه امتصاصه باتجاه انحاء الجسم. ايضا الكوليسترول اللي هو نوع اخر من انواع الدهن وشكله يعني يختلف عن الترايجليسرايدز اوكي هذا ما يتكسر بفعل اللايبيز انما يبقى هالشكل لكن حجمه يسمح له انه يخترق السمول انتستين ابيثيليوم. يعني يسمح له حجمه انه يخترق الابيثيليوم. اذا بالمحصله انا شنو اريد؟ اريد انه احصل على فري فاتي اسيد زائد الجليسرول اللي هو هذا تركيب الترايجليسرايدز وقلنا الكوليسترول هو حجمه يكفي انه يدخل داخل الخلايا ولذلك ما راح يتكسر. لما يتكسر الترايجليسرايدز الى فاتي اسيدز اند جليسرول بوجود الكوليسترول اللي قلنا ما راح يتكسر وبعض البروتينات الاخرى يعني اللي تتجمع اثناء عمليه هضم الطعام يعني لا تتوقعون انه مثلا الطعام اللي ناكله يعني بالنتيجه هو بيور ليبيد مثلا او بيور يعني بروتين انما هناك مجموعه اخرى من التركيبات اكيد اللي ترافق عمليه
الدايجستشن. اوكي يعني ف هذه الفاتي اسيد زائد الجليسرول مع الكوليسترول تتجمع داخل القناه الهضميه داخل الامعاء الدقيقه الحشيش داخل الامعاء على شكل كره شوفون هنا هذا الترينجل سبايس مع الجليسرول مع الكوليسترول راح تعطيني شنو؟ راح تعطيني كره تجمع وتعطيني كره نسميها الماي سيريز. هذه الماي سيريز مهمتها شنو؟ تجمع هذا اللي كسرناه باللايتيز وبالبايلاسيد وتجيبه وين تلطشه؟ تلطشه على الابيثيريال سيلز اوف ذا سمول انتستين. ليش تلطشه؟ حتى تسوي له بامبنج حتى تفجره داخل شنو؟ يعني تدخله بالقوة إلى داخل الابيثيليال سيلز أوف ذا سمول انتستين. ليش؟ احنا قلنا الغرض من هاي العملية كلها انه نوصل الفاتي اسيد والكوليسترول والجليسرول كلها نوصلها إلى منو؟ إلى البلاد ستريم. هسه احنا وين بعدنا؟ بعدنا بالسمول انتستين. اوكي؟ فإذا الماي سيلز أول كرة أو أول تجمع خلينا نقول عليه يشمل الفاتي اسيد والجليسرول والكوليسترول اللي تجيني تقترب من الابيثيليال سيل شو تسوي؟ pump its contents to enter the brush border enterocytes by يسمى the simple diffusion اللي اخذناه سابقا while the cholesterol شوفوا enter the enterocytes by special channels قلنا حجمه يسمح له بالدخول بالانتيروسايتس ولكن من خلال قنوات خاصه ايضا يطول شرحها اذا ندخل بيها لكن المهم ان تعرفون انه فقط ان الكوليسترول يدخل الى الانتيروسايتس عن طريق سبيشال شانلز. الان دخلت هاي المكونات داخل منه داخل الابيثيليال يعني طلعت من اللومن مالتي السمول انتستين وراحت الى خلينا نقول الفراغ او خلينا نقول انسايد او الانتراسيلولر مال من او السيتوسول مال من مال الابيثيليال شانلز. ايش عندي انا هنا؟ كان بالماي سيلز شنو عندي؟ عندي فاتي اسيد زائد الجليسرول وقلنا الكوليسترول دخل من غير صفقه. هسه الان داخل السيتوسول يرجع الفاتي اسيد يلتحم مع من؟ مع الجليسرول ويرجع يكون لي ترايجلسرايدز. اذا كان الغرض من يعني تفتيت الترايجلسرايدز الى فاتي اسيد زائد الجليسرول انه ندخل هذه المركبات الى داخل الانتيروسايت من تدخل ترجع تلتحم مره ثانيه. واضح شلون يعني؟ فصار عندي داخل الخلايا داخل الانتيروسايت خلايا الجهاز الهضمي بالسمول انتستين صار عندي شنو بداخله؟ ترايجلسرايت زائد كوليسترول. يعني ايضا قلنا يعني يعني هذه الاطعمه ليست خاليه كل يعني كل بيور من يعني تحتوي على بيور ترايجلسرايدز كوليسترول انما اكو بعض المواد الاخرى اللي وياها مثل الفوسفوليبيدز مثل البروتينز الى اخره. ترجع هذه المرتبات داخل الانتاس انتقلنا الى الانتيروسايت داخل السيتوسول داخل السيتوبلازم اوف ذا ابيثيليال سيلز ترجع تلتحم مره ثانيه وتكون لي بيجر بارتكل يعني او كره اكبر بعد من الماي سيلز نسميها تشايلومايكرون او تايلومايكرون. واضح يعني تايلومايكرون. نعم بلي يا علي الكوليسترول لا يهضم انما هي جزيئه مالته تعبر باتجاه قلنا سبيشال شانلز في ذا انتيروسايت وصراحه نسولف عنها يعني نسولف مسار الكوليسترول. اذا هسه حتى ندوخ قلنا بانه الماي سيلز هي اول تجمع داخل السمول انتستين لومن الغرض منه انه يوصل لي الفاتي اسيد زائد الجليسرول وقلنا الكوليسترول يروح الى جانب ثاني المهم يدخلوهم وين داخل الانتيروسايت وبالتحديد بالسيتوسول يعني يعني الجزء المائي من الخليه اللي هو السيتوبلازم داخل السيتوبلازم راح يرجع الفاتي اسيد زائد الجليسرول يتحدوا مرة ثانية يكونون الترايجلسرايدز يرجع النوبل الترايجلسرايدز مع الكوليسترول مع مركبات أخرى تعطيني كرة أكبر من المايسيلز اللي نسميها التايلومايكرونز أو التايلومايكرونز هذه شوفوا داخل لأن هذه المايسيلز في اللومن أوف ذا
small intestine بعد ما دخلت شوفوا الآن رجعوا وتجمعوا وصاروا عبارة عن chylo أو chylomicrons. وين تروح أو وين يروح هذا chylomicrons؟ chylomicrons يغادر الانتيروسايت من خلال شنو؟ عمليا نسميها exocytosis، وهذا أيضا أخذناه اللي هو انبعاج على شكل physical وإلى آخره. وين يروح؟ into the space outside the cells. الآن هذه هي الابتيديال سيلز، هذه هي الكايلومايكرون، يطلع من عملية ما يسمى بالإكستروسايتوسيس ويروح إلى المنطقة اللي ما بين الخلايا، يطلع خارج الخلايا يبقى هالشكل. وين يروح بعدين الكايلومايكرون؟ ترانسبورت ثرو ما يسمى باللاكتيل انتو لمف. يعني الكايلومايكرون حجمه كبير ما راح يقدر يدخل إلى البلد بزلز، ما راح يقدر يدخل الى البلد بزلز. ما يخالف انا اجاوب عن اسئلتكم. نعم كلهم راح يسوون الكايلومايكرون very good. يعني الكايلومايكرون قلنا يطلع اذا من الابيثيليال سيلز بعملية نسميها الاكستروسايتوسيس، ومن بعد هذا ما يقدر يدخل الى البلد ستريم لان حجمه كبير والاندوثيليال سيلز مالت البلد بزلز ضيقة جدا. فوين راح يروح؟ يروح إلى اللمف. يعني مثل ما واحد الآن يريد يروح إلى باتجاه بغداد، الطريق الرئيسي مسدود، أو مثلا يعني بطريقة ما مقفل بفعل سيطرة أو بفعل شيء آخر، فيضطر يفتر إلى طريق حولي آخر. واضح شلون؟ يعني الآن كايلومايكرون يفترض تروح إلى بلاد ستريم بشكل يعني مباشر، لكن لأنه حجمها كبير ولأنه الاندوثيليال سيلز مالت البلاد فيزلز ضيقة عادة، يروح وين باتجاه؟ باتجاه اللمف. هناك منطقة أو أتاتش، منطقة كبيرة ما بين الجهاز الهضمي وما بين الليمفاتيك فيزلز أو الليمفاتيك سيستم، جهاز الليمفاوي. هذه المنطقة نسميها اللاكتيل. اللاكتيل هذه من بعد ما يدخلها شوفون هنا، الآن هذا الكايلومايكرون طلع بعملية إن الإكزوسايتوسيس، يروح باتجاه منه، يروح باتجاه شنو؟ واضح باتجاه اللاكتيل اللي هو الليمفاتيك سيستم. بس خل أكبر هاي شوية حتى شوفوا أحسن. شوفوا هني. الآن هذا شوفوا الآن داخل اللومن أوف ذا سموث أو ذا سمول انتستين، هذه هي الفاتي أسيدز والجليسرول. شوفوا إلى أن تتجمع تسوي لي الكايلومايكرون أو الكايلومايكرون، يطلع بعملية الإكزوسايتوسيس ويروح باتجاه منه بلاكتيل. أوكي زين، من يدخل إلى داخل السيتوبلازم داخل عفوا الليمفاتيك سيستم وين يروح؟ يروح الى يفتر داخل الليمفاتيك سيستم. الان هذا الليمف باتجاه الليمفاتيك فيزلز ثوراسيك داكت، هذه التفاصيل يفترض تعرفوها من خلال التشريح، وسبتريبيان فين اللي هو الاتاتش فور ذا وذ ذا الليمفاتيك سيستم اللي هو الثوراسيك داكت الرئيسيه، ومن بعد هذا راح يكون يدخل الى يعني يكون اتاتش قريب على يعني قريب على البلد بزلز على الانتيروسايتس انديوثيليال سيلز. والمهم يوصل المهم يوصل الكايلومايكرون يوصل الفاتي اسيد زائدا او الترايجليسرايدز والكوليسترول وبقيه المركبات يوصلها وين؟ يوصلها الى البلاد ستريم. اذا اعيد بشكل سريع، إن المايسيلز هذه الكرة اللي داخل اللومن أوف ذا سمول انتستين تروح تنطي مكوناتها إلى داخل الانتيروسايتس. داخل الانتيروسايتس تكون عندنا الكايلومايكرون، الكايلومايكرون يوصل لي الترايجليسرايدز زائد الكوليسترول إلى البلاد ستريم عن طريق الليمفاتيك سيستم. الآن لحد هاي اللحظة هو انتهى
ما يسمى بالاكزوجينوس ليبيد ميتابوليزم. خلاص انا وصلت الليبيد ادمن الى قريب البلاد ستريم او الى البلاد ستريم. ماذا يحصل الان للكايلومايكروم بغض النظر عن تفاصيل اخرى؟ ماذا يحصل للكايلومايكروم؟ هذا من هنا تنطلق عمليه نسميها الاندوجينوس ليبيد ميتابوليزم. اندوجينوس ليبيد ميتابوليزم. الان داخل الليفر يعني وحده من المكانات او واحد من الاعضاء المهمه اللي يصلها الكايلومايكرون. اوكي، كل الكايلومايكرون ديسوشيتد وذ اجريجيتس. اوكي، راح يتفلش ويكونني كره اخرى، اسميها البي او دي او اللي هي نسميها فيري لو دنسيتي لايبوبروتين. انا اتصور اخذنا هاي الاختصارات او ما اخذناها، انا ما اذكر بصراحه، بس اتوقع اخذناها اللي هي ال دي ال وال اس دي ال وال بي ال دي ال والى اخره، وال اي دي ال اخذناها اتصور او ما اخذناها، والله ما اذكر، بس اعتقد اخذناها، واذا ما ماخذيها راح اشرحها في سياق الحديث، وهي موجوده اصلا في محاضره الوورد. فاذا very low density lipoprotein، هذا الكرة الثانية، الكرة الثالثة عفوا، قلنا المايسيلز الكايلومايكرون، الآن الكرة الأخرى اللي هي الـ VLDL، هذه تروح من الليفر إلى البلد until attach the cells and again to the lipoprotein lipase to hydrolyze the triglycerides and to free fatty acids and the glycerol. يعني بمعنى آخر الكايلومايكرون يصل الى كل انحاء الجسم من ضمنها الليفر. اذا وصل الى الليفر راح يتحول الى كره اخرى نسميها البي او دي ال. البي او دي ال هذا ايضا كره تحتوي على ترايجليسرايدز، تحتوي على كوليسترول، وتحتوي على كل شيء. وين تروح؟ تروح باتجاه البلاد ستريم، تروح باتجاه البلاد الى ان توصل الى الخلايا المطلوبه، الى الخلايا اللي تحتاج الى الليبيد. اوكي، طبعا هذه حاجه الخلايا الى الليبيد مثل ما تحتاج الى الجلوكوز، مثل ما تحتاج الى البروتين. هناك اشارات ترسل وعن طريق الليفر يتم توزيع هذه المواد. فاذا تصل هذه الكره اللي هي البي او دي ال تصل الى مختلف انواع الجسم. تمام جيد يا أحمد، أو من اسم واضح مقتدى نعم جيد. فإذا مذكورة بالمحاضرة يقدرون يرجعوا لي الـ very low density lipoprotein والـ high density lipoprotein والـ intermediate density lipoprotein ومجموعة أخرى من الاصطلاحات. جيد، إذا قلنا الـ VLDL كرة تنطلق من الليفر باتجاه الخلايا اللي تحتاجها، تدخل إلى الـ blood stream وتروح إلى الخلايا. هنا هناك انزيم مهم راح تحتاج الـ VLDL اللي هو اللايبوبروتين لايبيز. وين موجود هذا؟ موجود على الخلايا. هذا هايدرولايز منو؟ ترايجليسرايدز المن الى الفري فاتي اسيد والجليسرول فور دايركت انرجي اور ستورج. هسه هذا الـ VLDL احيانا ينطي يعني مثل سياره فايله محمله بمواد معينه، يعطي حاجة الخلية أو الخلايا وبالنتيجة يبقى متبقي. هذا المتبقي شو نسميه؟ نسميه IDL. وين يرجع هذا؟ إلى الليفر. واضح؟ yeah. الآن 50% من الـ IDL أوكي يصير لـ dissociation داخل الليفر. يعني خلاص ينتهي. أوكي؟ بينما 50% من الـ IDL يرجع يكون لي كرة أخرى نسميها الـ LDL. هذا وين الحكي؟ بالليفر. يعني حتى لا تشوفون قلنا الكايلومايكرون الكرة الأخرى اللي بعدها هي الـ VLDL، توصل لي المواد هذه إلى البلاد ستريم، إلى الخلايا عن طريق البلاد ستريم، تنطي تريجليسرايدز، كوليسترول، جليسرول إلى آخره، وبالنتيجة يبقى متبقي بيها. هذا المتبقي نسميه IDL، يرجع إلى الليفر. 50% من الـ IDL يصير له ديسوشيشن، 50% من عنده يرجع يتحول الى ما يسمى بالـ LDL، وهذا ما يسمى low density lipoprotein. low density lipoprotein هذا يعتبر من الكرات الخبيثه،
أو ما يسمى بال يعني نوع الكرات الذهنية الرديئة أو السيئة. أوكي ليش؟ لأنه هذا يرجع لي الكوليسترول والترايجليسرايدز المن البلاد ويدخل إلى الخلايا عن طريق نوع خاص من الاندوسيتوسيس. واضح شلون يعني؟ فبالنتيجة عفية ما يطلق عليه بالدهن الضار أو الدهن الرديء أو السيء أو أيا كان، أنا أسميه الخبيث حقيقة، لأنه هذا يرجع لي الكوليسترول باتجاه منه، باتجاه الخلايا، وهذا كلش يعني له تأثيرات وتبعات كبيرة إن شاء الله إذا أكو وقت. للأسف أكو تفاصيل كثيرة يعني ما راح نلحق نسولفها لعله في محاضرات قادمة. إذا وصلنا إلى أن ال LDL هو تجمع 50% من متبقي ال VLDL، تذكرون؟ ويعني هذا اللي هو راح يكون لي ال LDL، ويرجع ال LDL اللي هو محمل بالترايجليسرايدز كذلك، والكوليسترول يرجع إلى الخلايا. كوليسترول of LDL used to several purposes مثل synthesis of cell membrane، يعني مو ما بي فائدة، ولكن مشكلة وراح يصير عندي يعني excessive amount making the sheets of neurons synthesis of hormones إلى آخره. الزايد من الكوليسترول هذا اللي أخذ ال LDL وين راح يخزن؟ راح يخزن داخل الخلايا بمكان نسميه كوليسترول pool، مخزن للخلايا. لكن باستمرارية وجود ال LDL وباستمرارية وجود الكوليسترول راح تكون هناك تبعات وتأثيرات كبيرة جدا، على اعتبار أنه ال LDL بس يودي إلى بلاد ستريم، بس يودي إلى الخلايا فقط. يعني مثل ما واحد بس يعني يعبي في القضية في غرفة معينة، هاي الغرفة مصيرها أن تمتلئ، واضح شلون؟ فقط باتجاه واحد، وهذه خطورة هذا الموضوع. الشيء الآخر أنه الإكسس كوليسترول بول، هذا اللي قلنا عليه المكان الخزن الكوليسترول داخل الخلايا، هذا ممكن أنه الإكسس كوليسترول بول removed from the cholesterol pool inside the cell من خلال تكوين كرة أخرى نسميها الـ HDL، وهذا ما يسمى بالكوليسترول الجيد. ليش؟ لأن وجود الـ HDL يخلينا يعني نطمئن بأن الزايد من الكوليسترول وين راح يروح؟ يرجع إلى النفر. ولذلك الـ LDL معروف بأنه هو كوليسترول يعني ناقل خبيث، أو الـ LDL أو الدهن الضار أو مثل ما سميته أو السيء إلى آخره. أما الـ HDL شنو؟ لا الجيد. فإذا إحنا كل ما نرفع المكونات أو الغذاء اللي ترفع لي من الـ HDL يكون أفضل. ليش؟ لأنه الـ HDL إيش راح يسوي؟ يرجع ما زايد من الكوليسترول إلى الليفر. أوكي؟ وبالنتيجة هذا الكوليسترول راح يدخل بـ pathways أخرى. شوفوا القضايا اللي إحنا يعني عادة نقول يأخذ هاي المادة يرجعها إلى الليفر، يأخذ هاي المادة يرجعها إلى مكانات أخرى، هي ليست بدون فائدة. شوفوا الكوليسترول الآن يدخل بصناعة منه البايل أسنتسيس. مثل ما قلنا في بداية المحاضرة إنه الألانين اللي جاي من البايروفيت يدخل بما يسمى بشنو؟ يوريا سايكل أو يوريك سايكل أو يوريا سايكل. واضح شلون؟ فإذا ما في شيء بدون فائدة. إذا الكوليسترول يرجع إلى الليفر ويدخل بعملية البايل أسنتسيس. إذا هسه يعني بالمختصر تقدرون تعددوا لي الكرات اللي حكيناها؟ أتمنى تجاوبوني على الشات، يعني أي واحد بيكم يعدد لي الكرات من اللومن أوف ذا سمول انتستين إلى أن وصلنا إلى آخر شيء، واحد منكم إذا يقدر يعدد لنا ياهن حتى الآخرين يستفادون. أوكي؟ إذن لحد هاي اللحظة أنه لما وصلنا للترايجليسرايدز وصلنا الكوليسترول للجليسرول زايدن كوليسترول إلى داخل، خلينا بس أشوف جوابكم شنو في قلبي أنا، شنو زين بقلبي؟ لا عددوا لي الكرات من البداية لحد ما آخر شيء وصلنا، يعني 4-5 كلمات. يلا يا سبع بيكم الجواب، يلا بين ما تجاوبون أنا أكمل المحاضرة ما يخالف.
الآن صار عندي قلنا أول شيء لما آخذ الطعام سميناه اكزوجينوس ميتابوليزم، ليبيد ميتابوليزم. ثم لما وصلنا إلى أن الكايلومايكرون وصل إلى الليفر نسميه بعدين اندوجينوس ليبيد ميتابوليزم. الآن وصلنا الفاتي أسيد إلى داخل الخلية، والكوليسترول انخزن في مكان سميناه عفوا الكوليسترول فول. هذا اللي هاي اللحظة هنا راح يبدأ ما يسمى بالإنتراسيلولار لايبوليسيس، وهذه عملية هضم جديدة للدم. بعد ورا المايسيس شنو يا منو؟ نور الهدى. نور الهدى يعني خطأ هذا الترتيب يا أحمد، خطأ بابا، يعني كتبوا لي هذا، شوف خطأ بابا، خطأ حقيقي، كتبوا لي اياه من اول كره الى اخر كره، هذا شوف يا 70% عند التسلسل. اذا انتم منتبهين. لا بالترتيب بالترتيب بالترتيب، بدءا من السمول انتستن لومن والتصاعد. اشوف خداش يقول ماي سي ان سكايلو مايكرون في ال دي ال اي دي ال ال دي ال اي، وبعد وحده بعد وحده بعد وحده ورا ال دي ال شنو؟ اتش دي ال، فيري جود، اي هيك شكل وانتظام وسريع ويعني يكون واضح للجميع. ماي سي ان سكايلو مايكرون في ال دي ال، فيري جود، اي دي ال، وين ال دي ال اللي عادي؟ منو هذا اللي منو هذا؟ ما الاسم ما ظهر عندي. HDL very good. My CL style of my phone, the LDL, IDL, LDL. Very good. Yeah, I'm more than good. اوكي عاشت بيكم. المهم عرفت الفكرة من الموضوع، يعني عملية نقل الدهن أنا أشبهها حقيقة بسيارة كبيرة ومحملة بالدهون وتمر بعدة مراحل، مرة تفرغ الحمولة ومرة تأخذ حمولة وإلى آخره. في مجموعة من الكرات تبدأ بالسمول انتستين وتنتهي إلى الخلايا. داخل الخلايا صار عندي الآن فاتي أسيد، صار عندي جليسرول، صار عندي كوليسترول فوق. الآن وين يروح هذا الفاتي أسيد اللي موجود داخل الخلية؟ يدخل بعملية هضمية جديدة نسميها الانتراسيلولار لايبوليسيس. لايبوليسيس واضح يعني؟ زين. اللايبوليسيس ما هو؟ بشكل سريع، سايتوبلازميك، هناك سايتوبلازميك لايبوليسيس. هنا الترايجلسرايدز اللي وصلنا للخلية لازم يتحلل المن الى فاتي اسيد وجليسرول، واللي هذه وين تحصل؟ تحصل بالسايتوبلازم. هذه نقطة أولى، يعني احنا مو دخلنا الترايجلسرايدز، هذا لازم يتكسر الى فاتي اسيد زائد جليسرول، واضح؟ زين. بعدين الفاتي اسيد اوكسيديشن، بيتا اوكسيديشن، هذا نوع من عمليه الاكسده، هو عباره عن بريك داون اوف ذا فاتي اسيد اللي تبدا بالسيتوبلازم. شو يصير بهذا الفاتي اسيد؟ يعني شو يصير به بالاوكسيديشن؟ يتحول الى مركب نسميه فاتي اسيد، فاتي اسيتايل كو اي. فاتي يعني خليني بس اشوفكم الاستايل كو اي، مر عني انا بالجلايكوليسيس اذا تذكرون، واتمنى تذكرون يا مرحله هذه مهمه جدا. الفاتي اسيد يتحول الى ما يطلق عليه بالفاتي اسيتايل كو اي. اسيتايل كو اي شنو الشبكه البلازميه؟ يعني ما جبنا طاري، يعني اندوبلازم كريستيكينون قصدي، ما جبنا طاري سايتوبلازم، يعني اقول بالسايتوبلازم. بالسايتوبلازم الفاتي اسيد يتحول الى فاتي اسيتايل كو اي، واضح؟ اي نعم، يعني قصدك على الستايل كو اي. كو اي نعم، هو بداية ما يطلق عليه بالسيتريك اسيد سايكل، اللي هي من بعد ما يتم انتاج الفايروفيت. فايروفيت بالفي مو بالاف يا مصطفى، بالفي وليس بالاف، تذكرون. وللاسف يعني تفيد الامتحان، يعني كان معظم يعني الاخطاء اللي عندكم هي اخطاء ابداعيه، ما ادري اذا عندكم او مرحله ثالثه، انا اسوي لهم العصر يعني. بس اتوقع بالمرحله
مراحل أخرى كان عندهم أخطاء إملائية، كان عندهم امتحان إلكتروني ما كان عندهم امتحان ورقي. فانتبهوا على الإملاء رجاءً ب وليس بالإف. فإذا الفاتية ستايل فو أي هذا شيء يروح بعدين يصير له كومبايند وذ ذا مركب مهم جدا أيضا بعد الشرح حقيقة ووقت ما عندنا نسميه الكارنيتين كارنيتين موليكيول. هذا شيء يساعد على فقط هذا يساعد على أن يعبر الفاتي أسيد المن للمايت. إحنا حكينا وين كله بالسايتوبلازم، قلنا بالسايتوبلازم راح يتكسر الترايجلسرايد يعطيني فاتي أسيد وجليسرول. الآن بدنا نحكي على الفاتي أسيد، فاتي أسيد باي أوكسيديشن حيعطيني فاتي أسيد فاتي أستايل كو أي. الفاتي أسيد كو أستايل كو أي ما راح يقدر يطوب إلى الميتوكوندريا إلا بفعل وجود مركب آخر سميناه الكارنيتين. كارنيتين، فالكارنيتين راح يعبر للفاتي أسيد باتجاه الميتوكوندريا. زين، داخل الميتوكوندريا وبالتحديد الماتريكس الكارنيتين ينفصل عن الفاتي أستايل كو أي وبالنتيجة يعطيني فاتي أستايل كو أي and then into فراح يتحول بعدين داخل الميتوكوندريا الفاتي أستايل كو أي ينفصل الفاتي أسيد عن الأستايل كو أي يعطيني أستايل كو أي فقط. أوكي yeah. هذا الأستايل كو أي الجديد اللي داخل الميتوكوندريا شوفوا بعض يدخل إلى مثل ما قلتوا إلى الكريف سايكل. حس هذا الأستايل كو أي جاي منين؟ ها جاي منين؟ جاي من اللايبوليسيس، ما جاي من اللايبوليسيس، لكن نهاية اللايبوليسيس إيش صارت؟ صارت شنو؟ صارت أستايل كو أي. واضح يا شباب؟ قلت لكم أن انتبهوا إنه الماكرو موليكيولز كل الجزيئات الكبيرة كربوهيدرات بروتين ليبيدز إلى آخره كلها ممكن أن تتداخل مع بعض وتعطيني طاقة بالنتيجة بطرق معينة. فشوفوا الآن نهاية اللايبوليسيس كان فاتي أسيد كو أي، لكن بعدين انفصل الفاتي أسيد عن الأستايل كو أي صار عنده أستايل كو أي، رجع الأستايل كو أي يدخل إلى الكريبس سايكل مثل ما أجاني الأستايل كو أي من البايروبيت. واضح؟ فيعطيني أيضا أي تي بي وبالنتيجة شوفوا in the same way as acetyl CoA derived from pyruvate during glycolysis. والإصبع اللي بيكم يفترض إنه يرسم مخطط بعد ما ننتهي من الماكرومولكيولز لعله يكون مخطط كبير جدا حتى يقدر يفهم إنه كيف إنه هذه الماكرومولكيولز تتداخل مع بعضها حتى تعطيني طاقة. إذا قلنا إحنا تكسر الترايجلسرايدز بالسايتوبلازم قبل شوية قلناها إلى فاتي أسيد آند جليسرول. فاتي أسيد عرفنا مصيره شنو. أما الجليسرول هذا اللي يطلع من الترايجلسرايدز هذا يدخل وين؟ شوفوا enters the glycolysis pathway بطريقة أو بعملية نسميها gluconeogenesis. gluconeogenesis هذا gluconeogenesis. واضح؟ هذه القضية الأخرى. if excessive هذا سنتهينا من الجليسرول خلاص يدخل وين؟ يدخل بالجلايكوليسيس من خلال عملية نسميها جلوكونيوجينيسيس وراح نسولف عنها هواية بالمحاضرة القادمة. جلوكونيوجينيسيس وأصور مرت علينا في بداية المحاضرة لما قلنا البايروبيت يتحول إلى لاكتيت واللاكتيت يرجع يكون جلوكوز بعملية نسميها جلوكونيوجينيسيس. هنا الجليسرول كذلك إلى دور في عملية الجلوكونيوجينيسيس. زين الاكسسيف استايل كو اي اللي هنا تكون كرييتس فروم اوكسيديشن اوف فاتي اسيد ذا استايل كو اي ديريفاتيف او دايفرتد عفوا تو كرييت شنو كيتون بوديز. وهاي قضيه اخرى طبعا انه احنا الاستايل كو اي يفترض هذا اللي قلنا عليه يفترض يدخل بعملية الكريف سايكل وينطيني طاقة، لكن الشيء الزايد من الستايل كو أي وين يروح؟ يروح يكون لي ما يسمى بالكيتون بوديز الأجسام الكيتونية. وهذه الكيتون بوديز مشكلتها كبيرة خصوصا بالناس اللي يعني عندهم prolonged starvation أو uncontrolled diabetes، يعني الناس اللي جياع دائما
يعني اذا تلاحظوهم يعني عاده بالصور اللي تطلع من جنوب افريقيا وغيرها، والناس اللي ما عندهم سيطره على السكر مالتهم عندهم سكر ويرتفع، وبالنتيجه جسمهم ما يستخدم الجلوكوز لانه ما تقدر جزيئه الجلوكوز تدخل بسبب نقص الانسولين، وبالنتيجه الدهن موجود ويصير له لايبوليسيس، لكن يصير عندهم اكسسيف اماونت اوف ستايل كواي ويعطيني كيتون بوديز، وهذه تاثيرات الكيتون بوديز ايضا مهمه جدا، ولعله نتوفق نحكي نشوف ايش قد تفاصيل اكو بالمحاضره، ومع ذلك حقيقه مجال لحد. اذا شوفوا الان اكزوجينوس ليبيد ميتابوليزم، اندوجينوس ليبيد ميتابوليزم، وقلنا اللايكوليسيس عمليه التداخل مع الجلايكوليسيس عمليه تحلل جزيئه الجلوكوز، لازم تفهموها بالنسبه للفاتي اسيد وبالنسبه للجليسرول، وراح تفهموها اكثر لما بالمحاضره القادمه نتكلم عن الجلوكونيوجينيسيس. من انواع الليبيد ديس اوردرز ما راح اطول بيها، نسميها الديسليبيديميا اللي هي ديس اوردرز، هذه عاده يعني موجوده وشائعه تقريبا، اللي هي الليفيشن اوف ذا سيروم توتال كوليسترول، بالتحديد اللو ال دي ال لو دنسيتي لايبوبروتين والكوليسترول اند ترايجليسرايدز كونسنتريشن اند ديكريز ان هاي ديكريز، شوفوا قله بالاتش دي ال اللي هو قلنا عليه نوع من انواع نعم الكوليسترول المفيد او الجيد، فيكون ارتفاع بال دي ال الخبيث وانخفاض بالاتش دي ال الجيد. زين يعني ايضا نوع اخر من الديس اوردر اللي هو الهايبرليبيديميا، هايبرليبيديميا elevation of one or more of the phenol كوليسترول، كوليسترول esters phospholipids or triglycerides الى اخره، مواضيع الحقيقه اراده لتفاصيل كثيره. ايضا هايبركوليستروليميا، هايبر ترايجليسرايديميا ايضا، و نعم هايبر لايبوبروتينيميا ايضا كذلك نوع من انواع الليبيد حقيقه يعني ما بقى شيء على البروتين، اذا تحبون في 10 دقائق اخذ البروتين ايضا نوع من انواع الماكرو مولكيولز موجود بالابنمنت، وتسميته منين جاي هذه كلها موجوده عندكم بالوورد، لكن بشكل عام هي جايه من الكلمه الاغريقيه المشهوره اللي هو بروتيوز، يعني هولدنج فيرست بليس، يعني بناء الموقع او المكان الاول. ان شاء الله نكملها يا احمد. البروتين ما بيه يعني تفاصيل هواية ذا حتى ننتهي من هاي المحاضرة، والمحاضرة القادمة تكون عندنا موضوع جديد. البروتينات قلنا المونومرز اوف ذا بروتين تذكرون حكيناه هو الامينو اسيدز الحامض الاميني. الاحماض الامينية مثل ما شفتوا لعله تقريت المحاضرة انا وصلت لكم اياها، اللي هي منها اسينشال امينو اسيدز، بنقول اسينشال يعني هذه اللي عادة لازم الجسم ما يقدر يصنعها، فلازم ناخذها عن طريق الغذاء، وهذه حدود 9 امينو اسيدز اللي نعلم. نون اسينشال امينو اسيدز هذن الجسم يقدر يصنعها، فمو ضروري انه موجوده بالغذاء، واضح؟ وهذه عددها ايش قد؟ 4. شوفوا زين اكو كونديشنالي نون اسينشال امينو اسيد، هي نون اسينشال ومو لازم موجوده بالغذاء، لكن حسب الوضع الصحي للانسان احيانا هو ما يحتاجه، ولكن نتيجه وجود خلل معين في عضو معين مثلا راح يحتاجه، وهذا يصير عندنا نقص، مفهوم يعني؟ وهذه مجموعه من الامينو اسيدز اللي على يمين هذه الشاشه. طبيعي طبعا لازم تحطهم، يعني لازم تحطهم زين يعني، وهذا ايضا تصنيف اخر للاسينشال، عفوا يعني شكل اخر للاسينشال كونديشنالي. الكونديشنال اللي عرفت شنو هي نون اسينشال، عفوا نون اسينشال نعم، اذا تنتج من خلال حسب الهيلث، احيانا يسموها كونديشنالي اسينشال
نفس الفكرة، يعني مرة الجسم يحتاجها ومرة ما يحتاجها حسب وضع الصحي. إذا كان الوضع الصحي جيد فيكون عادة ما يحتاجها، نسميها نون اسينشال. وإذا كان وضع الصحي مو جيد بسبب خلل معين فنسميها اسينشال. فأحيانا يسموها conditionally non essential و conditionally essential، نفس القضية، يعني نفس الفكرة. الفكرة أنه healthy conditions أو conditions of لا مو بالضرورة بالترتيب يا رسول، مو بالضرورة بالترتيب، بس المهم تعرفون أنه هاي essential هذه عبارة عن non essential وهذه conditionally essential or non essential، نفس الفكرة. إذا الوضع الصحي العام للجسم جيد فيكون هذه المواد هي عبارة عن شنو؟ نون اسينشال، يعني راح الجسم يكون ما نحتاج ناكلها بالغذاء. وإذا الوضع الصحي مو جيد ببعض بعض الأمراض المعينة فلا نحتاجها بالغذاء، تنسميها كونديشنالي اسينشال أمينو أسيدز. فأحيانا تشوفون بالجداول مرة ثانية يكتبوها كونديشنالي اسينشال وكونديشنالي نون اسينشال، هي نفس الفكرة، يعني نفس النتيجة. زين، إذا قلنا المونومرز of the protein هو عبارة عن شنو؟ هو قلنا الأمينو أسيد ستراكشرز، وقسمناها قبل شوية إلى الإسينشال نون إسينشال وكونديشنال إسينشال أو نون إسينشال. أيضا البروتينات بناء على أعداد الأمينو أسيد ممكن تترتب أو تصنف عفوا إلى ما يسمى بالبرايمري بروتين، هذا البرايمري بروتين. ثم إذا two primary proteins اتحدوا ممكن يصيرون secondary protein, secondary structure or secondary protein, secondary structure. بأعداد أكثر من اثنين ممكن يصير tertiary structure، ثلاثة، أو ممكن يكون quaternary structures. واضح شلون؟ يعني مثلا إذا فرضنا هذا التركيب الأولي بنشوف الموجود هذا البروتين نسميه primary protein. إذا اتحد مع جزء آخر من بروتين آخر بمجموعة من الأمينو أسيدز هذا سميناه شنو؟ secondary structure، secondary protein. لما يجي نوع ثالث آخر مثلاً نسميه tertiary، يعني يجمعون مع بعضهم، رباعي يكون عبارة عن quaternary structure. فإذا أنواع البروتينات بناء على أعداد الأمينو أسيدز اللي موجودة. أيضاً هناك تصنيف آخر للبروتين ممكن يصنف according to the shape، شكله، منها fibrous يعني ليفي يكون خيطي هالشكل، خيطي رفيع، أوكي، ومنها ما يكون globular وهذه لكل منهما أمثلة موجودة عندكم. ممكن أن يصنف البروتين according to the constitution، أوكي، يعني تركيب مالته، فممكن يكون simple protein، ممكن يكون conjugated protein يعني بروتين مرتبط مع شيء آخر، نيوكليو بروتين، لايبو بروتين، كرومو بروتين، لايبو وهكذا، أو ما يسمى بالderived protein، بروتينات مشتقة من شيء آخر، يعني these are proteins formed from symbol or conjugated protein by physical or chemical effectors like denatured protein and peptides. إذا لكل واحد من هذه أمثلة ممكن أن تقولها في المحاضرة. هذه مجموعة من البروتينات المشهورة في أجسامنا، منها الإنسولين، الميونوغلوبولين اللي هي مهمة جدا بالاستجابات المناعية، والإنسولين مهم في عملية تنظيم السكر، والهيموغلوبين هو جزء من أجزاء مهمة في الار دي سي مثلا، كثير من الأنزيمات، الفيرتين اللي هو نوع من انواع الحديد اللي موجود في اجسامنا، ما يسمى بالسبايدر سيلز الى اخره، يعني هذه كلها تفاصيل حقيقه. الرودوكسين اللي موجود بالعين ومهم جدا لانتاج ما يسمى بالرودامين اللي هو مهم في عمليه النظر اثناء الظلمه، ايضا موجود الاكتين والمايوسين، هذه انواع البروتينات الموجوده، وين حقيقه الانواع هذه تلقي الضوء على أهمية البروتين وما هي وظائف البروتين. نحكي بشكل سريع البروتين ميتابوليزم، بروتين ميتابوليزم أو يسموه بروتيولايسيس. طبعا بالفم لا يوجد هناك أي هضم للبروتين، بالفم لا يوجد هناك أي هضم للبروتين، أوكي، هذه نقطة راسخة. الاستومك ماذا يحصل بها؟ أنه يبدأ
تبدا عمليه انتاج الاتش سي ال مثل ما تعرفون والكبسين to break down of the polypeptide bonds. هاي لفظة polypeptide يعني شنو؟ مجموعة الأمينو أسيدز اللي ترتبط مع بعضها نسميها peptide. أمينو أسيد مع أمينو أسيد نسميها peptide. لما تتعدد هذه البيبتايدز نسميها polypeptide bond. واضح؟ فلما نقول polypeptide bond أقصد بها بروتين. يعني وين ما تلقون كلمة peptide يعني بروتين يعني أمينو أسيد. واضح شلون يعني؟ فإذا من أقول polypeptide bonds أواصر البوليبيبتايدز دائما معناها بروتين. في أي كتاب تلقوها polypeptide, peptide معناتها أمينو أسيد معناتها بروتين. زين إذا HCl pepsin هنا breakdown of the polypeptide. أوكي يعني زين بالسمول انتستين ماذا يحصل؟ انه البنكرياس يفرز تريبسين وكايموتريبسين هذه انواع الانزيمات المهمه وكاربوكسي بيبتايدز. هذه كلها غرضها شنو؟ ايضا عمليه تكسير للبوليبيبتايد مثل ما قلنا قبل شويه بالليبيد. هذه الانزيمات مهمتها انه تسوي دايجستشن لهذه للليبيد. هذه ايضا هنا راح تسوي تكسير للبروتين للبوليبيبتايد حتى تسوي لي داي وتراي بيبتايد بونز وصولا الى الامينو الى ان يطلع لي الامينو اسيد. واضح؟ اذا هذا وين؟ بالبنكرياس. يعني دور البنكرياس بالموضوع. زين بعد عندي ما يسمى بالبرش بوردر انزيمز. البرش بوردر هذه الجزء الزغبي الموجود بالسمول انتستين. ايضا هناك ما يسمى بالداي بيبتايدز من اسمه يعني يكسر الداي بيبتايد بونز. اوكي فالداي بيبتايد بونز حتى شو يعطيني؟ امينو. وكذلك عندنا امينو بيبتايدز ايضا نوع من انواع الانزيمات. اذا البرش بوردر انزيم عباره عن داي بيبتايدز وكذلك امينو بيبتايدز. كل هذا شنو؟ حتى هيدروليسيس اوف ذا بيبتايد بونز from amine group. بعد ان تشتغل هذه الانزيمات انا شريط قلنا اريد انه يطلع عندي individual amino acid يعني حامض اميني واحد احماض امينيه منفرده. الان هذه بشكل مختصر شوفوا البروتينات هذه قلنا عباره عن peptides تعطيني نتيجه تكسير الانزيمات داي وتراي وبولي الى اخره. كل هذا حتى احصل على امينو اسيد حتى احصل من على امينو اسيد. زين اين يذهب هذا الامينو اسيد؟ طبعا يذهب بطريقه معينه. شوفوا الامينو اسيد تدخل الى الانتيروسايت وتروح الى البلاد ستريم بطريقه اسهل من حقيقه من الليبيد. تذكرون الليبيد يروح عن طريق الليمفاتيك بازولز وبالنتيجه يوصل الى البلاد ستريم ومنها الى الليفر. بينما هنا لا، هذه الامينو اسيدز حقيقه المنفرده وقسم بها ما يعني قسم من البيبتايدز ما تتكسر الى امينو اسيدز، تبقى عباره عن شورت تشين. شوفوا سمول بيبتايدز ار كاريد انتاكت اكروس. احيانا حجمها شلون قلنا الكوليسترول حجمه يسمح له ان يدخل بالانتيروسايت. البيبتايدز ايضا تصل الى مرحله ما تحتاج بعد تتكسر اكثر، تقدر تخترق الانتيروسايت. واضح يعني؟ فتروح الى الانتيروسايت تشوفه بعمليه الاندوسايتوسيس وتطلع بعمليه اكزوسايتوسيس وتروح الى شنو؟ الى البلاد ستريم ومنها الى الليفر. بعض الامينو اسيدز ايضا اللي تيجي نتيجه تكسر هذه البيبتايدز ايضا تخترق الانتيروسايت وتروح الى البلاد وتروح الى الليفر. بالليفر ماذا يحصل؟ بالليفر انه هذه الامينو اسيد اما ان تستخدم فور بروتين سينثيسيس باي اتسيلف او انه هذه الامينو اسيد ترسل الى المسلز فور بروتين سينثيسيس. هذه مهمه الليفر، اما ان يستخدمها لصناعه البروتين لنفسه او يرسلها الى المسلز لصناعه بروتين.
نقطة مهمة جداً إن شوف في حالة الجلوكوز هناك مخزون للجلوكوز اللي سميناه شنو الجلايكوجين. الليبيد هناك مخزون للليبيد، تذكرون قلنا أكو شيء اسمه كوليسترول بول، قلنا أكو شيء اسمه فاتي أسيد ميتابوليزم، فأكو هناك مخزن للليبيد ومخزن للجلوكوز. البروتين لا يوجد هناك كزن للبروتين، لا يوجد هناك شنو خزن للبروتين، ولذلك الفائض من الأمينو أسيدز راح يروح إلى باثوي آخر حتى نتخلص من عنده. هذا الباثويز الآخر هو إما أن يكون يمر بعملية ترانس أمينيشن دي أمينيشن باليوريا سايكل. يعني تذكرون يا مثال أبدأ أشوفكم بالله من التبهين لو رحتم من المحاضرة، يا أمينو أسيد ذكرناه إحنا في بداية المحاضرة يدخل بعملية اليوريا سايكل. خلي أشوفه زين. هذه النقطة الأولى، أنه يدخل الأمينو أسيد تدخل بالترانس أمينيشن دي أمينيشن and يوريا سايكل زين. يعني اثنين uses of energy production by منو؟ اي فيري جود، بس يعني رجاء كتبوا الالانين بدون خطا بدون خطا. شكرا انتبهوا على الاملاء يا بابا، انتبهوا على الاملاء رجاء، املاءكم يعني مو صحيح. فيري جود فيري جود فيري جود. عاشت اليوم يا دكتور يا مستدعى يا سامي. اوكي فيري جود فيري جود. الألانين إذا قلنا واحد من الأمينو أسيدز اللي تيجي من البايروفيت تروح إلى منه، إلى إنتاج اليوريا سايكل. كذلك هناك بعض الأمينو أسيدز الأخرى اللي أيضا تدخل باليوريا سايكل، واضح؟ ليس لأن هي قلنا إكسس شنو أمينو أسيدز تدخل باليوريا سايكل، بعضها لا يروح كونفر هذا الأمينو أسيدز يتحول شنو؟ شوفوا انتبهوا، يتحول إلى شنو؟ أستايل كو أي. رجعنا للأستايل كو أي. الفاتي أسيد الفاتي أستايل كو أي أيضا قلنا يتحول إلى أستايل كو أي. زين هسا هذا الأستايل كو أي وين راح يروح؟ يتحول إلى فاتي أسيد. أوكي to form fatty acids. يعني هذا الأمينو أسيد يتحول أستايل كو أي، وأكو باثوي خاصة هذا الأستايل كو أي وين يروح؟ يروح إلى أن يصير فاتي أسيد جبن جديد. زين هذا الامينو اسيد اللي يتحول الى فاتي اسيد نسميه كيتوجينيك، وهذني فقط اثنين اللي هن اللايسين واليوسين، واضح؟ لايسين واليوسين، واضحين يا شباب؟ اذا حتى ندوخ قلنا الامينو اسيد الى عده طرق. الطريق الاول انه يستخدم لصناعه البروتينات، الطريق الثاني انه الزايد من عنده يمر بمراحل نسميها ترانس امينيشن دي امينيشن ويدخل باليوريا سايكل، وعندنا امثله على هذا مثل ما ذكرتون. الطريق الاخر انه الامينو اسيد يتحول الى فاتي اسيد، وهذا النوع من الامينو اسيد نسميه كيتوجينيك جروب، وهذه فقط اثنين لايسين واليوسين. او انه هذا الامينو اسيد يتحول الى بايروفيت. شوفوا اوكي حتى شيكم اللي جلوكوز مولكيول، هذا شو نسميه؟ جلوكوجينيك جروب. جلوكوجينيك جروب. اذا عندنا كيتوجينيك جروب اللي هي الامينو اسيد اللي تتحول الى فاتي اسيد، والامينو اسيد اللي تتحول الى جلوكوز نسميه شنو؟ جلوكوجينيك جروب. هذا طبعا كل اللي يتعلق بالميتابوليزم اوف ذا بروتين. سهل جدا، فقط تحولون الانزيمات اللي تكسر البوليبيبتايدز بوندز، وثم الفيت او المآل مال او المصير مال البروتين او عفوا الامينو اسيدز، اما قلنا يستخدم في بناء البروتين او الى طرق اخرى، اما يدخل باليوريا سايكل او يتحول الى فاتي اسيد اللي قلنا عليه الكيتوجينيك، او يتحول الى جلوكوز اللي قلنا عليه جلوكوجينيك جروب. ايضا هذه بعض الديس اوردرز المتعلقه بال البروتين ميتابوليزم اللي هي الكواشنوروكو. ايضا هذه يعني لعل هاي الصور مألوفة عندكم، يعني تشوفوها دائما ب نعم
خصوصا بالمناطق اللي بيها مجاعة مثل جنوب أفريقيا وغيرها، اللي عادة تؤدي ب باثوفيزيولوجي معين إلى وجود هذه الأسايتس اللي تشوفها على البطن. أسايتس يعني تجمع مياه، هذا مي داخل البطن يسميه الأسايتس. أوكي. أيضا المارسموس اللي هو نوع من الشرينكج أو في يعني تور هول بدي. أوكي. نتيجة الكرونيك ستاربيشن وأدلتريت adulterated upon water, inadequate food intake or vitamin deficiencies, أيضا يصير عندهم مارسموس ما يسمى بالمارسموس. amyloidosis لما يكون abnormal protein يسميه amyloid build up in your tissues and organs، أيضا هذا مهم جدا وبعلامات مهمة. الجاوت أيضا هو ارتفاع نسبة اليوريك أسيد اللي يعني قلنا إحنا واحد من مآلات أو الفيت أو مصير الأمينو أسيدز إنه تدخل وين؟ تدخل باليوريا سايكل أو اليوريا سايكل. فلما يكون إكسسيف أماونت أوف أمينو أسيدز راح تتجمع هذا اليوريك أسيد داخل الكيدنيز ويسبب انسدادات وانغلاقات، مما يسبب هاي الحالة المشهورة اللي نسميها الجاوت أو ما يسمى بداء الملوك. واضحيني؟ وين قصدكم يا رسل بالصورة الأولى؟ لا، هذا تجمع مياه نسميه الأسايتس. طبعا هو بالنتيجة أيضا يسوي إنسفيلايتس بطريقة معينة. بعد نرجع للباثوفيزيولوجي. أيضا نوع من أنواع الديفيشنسي أو الكونجينيتال ديسوردر كاركترايزد باي complete or partial absence of pigment اللي نسميها pigments المشهورة اللي نسميها يعني بالنتيجة يصير عندنا ما يسمى بالألبينزم. وطبعا دول يعانون من عدة مشاكل منها الفوتوفوبيا نستيغموس وانفلوبيا وإلى آخره. أنا أشكركم في نهاية هذه المحاضرة. إذا عندكم أي سؤال فضلوا سألوا بشكل سريع.